فاكرة قوي قوي قوي. قولي لي ليش عملتي فرح كتير كبير واصريتي تعملي فرح كبير انت و أنهي فرح؟ انت ما هم وعلاء؟ كانوا اه لا فرحين. انت وعلاء الفرح التاني. ليه أصريت؟ إيه الإحراج ده؟ إيه الأسئلة المحرجة دي؟ بص هقول لك بصراحة، برضو أنا أصريت أعمل فرح كبير علشان أثبت إنه أوقات إنه الطلاق بيكون البداية مش النهاية. أثبت لأصحابي، أثبت للستات، أثبت لأهلي، لناس كتير حواليا، وأشجع ستات كتير إنه دي أوقات بتكون البداية مش النهاية. يعني احتفال بالطلاق واحتفال بي لا لا لا، لكن مش احتفال بالطلاق، مفيش واحدة بتفرح إنها بتتطلق اوكي أبدا، كان احتفال بإنه ببتدي حياة جديدة.